أكثر من 700 بيت قصديري في حي 9 شهداء بأعالي بوسماعيل في تيبازا، صورة من مخلفات العشرية السوداء تتجلى بكل تفاصيلها من معاناة وبؤس وشقاء، ليزداد الوضع تدهورا مع مرور الزمن. هادو المسؤولين الكبار اللي مسؤولين على البلاد، وين ما يتلحق حاجة فوت ولا حاجة يبانوا لهم غير صحاب، يجوا غير عند صحاب الفوضاوي. نعطوكم السكنة، ديروكم ديك، ندعموكم. ملي سكننا هنايا ما شفنا سكنة، ما شفنا دعم، ما شفنا حتى حاجة. في حق البوط هما جاو يوم الكوفيد ديالهم. هما يوم الكوفيد ديالهم شاما يعطونا قبطاهم. ناس حاسين قبطاهم ضنا تاني سكنهم هنا. أنا ما ديت شغل لا تداعي، ما ديت غير شباب، ما ديت والو، وما عندي لا شهرية لا صيروف لا والو. وما عنديش الدراري، وأنا قريب 14 سنة بوضاوي هنا. واقع المر حاول هؤلاء نقله للسلطات المحلية على أمل تلقي الاهتمام. حنا درك هاد الدراري الحمد لله راهم يلعبوا، راك تشوف فيهم راهم يلعبوا حاجات في الزيكو، راهم يلعبوا في التراب ما على باليش. الصباح يخرج مقيل، العشيه يدخل للدار، ربنا كما خلق تانا. كي تهضر معاه يماه يقول لك تلعب بالو، خاطرش علاه ما عندهم اصطاد مليح، ما عندهم مدرسه مليحه، البحر هاوليك البحر تاعنا هنايا جاي، ويحاول يبعث لك دراري صغير يقول لك هاول الصيف روح تعوم. باش غير يقتلوا علاه؟ باش غدوه ما غدوه كي يكبر ما يبقاش يجري فيه ويقدر يقول له ندير ذي ويدير ذي ويدير ذي. اللي جا نداو عندنا كاع راهم يروحوا للحباس. انا من 2005 راني ساكنه هنا في الفوضاوي، راني كنت مجاهد. نروح للشرف دايره ما حب يستقبلني، نروح للبلديه ما حب يستقبلني، وين نروح انا يا باش يهضر معاك؟ انا نبت مجاهد، انا نستاهل سكنه هنا في بلادي. انا جزائريه وندينا سكنه هنا في بلادي. هكا خويا راني مضراره. رسالة بلغت أذان المسؤول الأول عن بلدية بوسماعيل فكان الرد. فيما يخص السكن الفوضاوي اللي تسع شهور هذا، أنا والله المشروع تاعهم راه يمشي، هي كاينة عندنا 700 مسكن تما، منها كاين المشروع فيه 900 مسكن، 950 مسكن مخصصة للسكن الهش، 700 مسكن و 250 مسكن للسكن الاجتماعي، وعندنا راه اطلاع ثاني في المشروع تاع 200 مسكن ثاني في هذاك الحي، وراه مخصص للناس اللي الاحصاء تاعهم في 2007. المشروع راه منطلق، الدولة راهي تايا كامل الاجراءات تاعها كيف راهي كيف كان المشروع تاعو يكون في حسب السلوك تاعو، ما شاء الله على ساعة ربي يكون على عام ونص يكون ناشط. بدأت مشاكل اجتماعية كثيرة تطفو إلى السطح في بوسماعيل لتكسر هدوء المنطقة الساحلية في عز حملة انتخابية أساسها وعود مهضومة لم تغير من قبل وجهة بازا.